تنظيميه كمان. معانا على التليفون الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. دكتور سعد اهلا بيك منورنا. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام. منور الدنيا كلها، وان شاء الله ألف سلامة لحضرتك. بالتوفيق باذن الله في النهائي، وان شاء الله ال11 للاهلي. إن شاء الله يا كابتن هاني، ربنا كده يوفقنا إن شاء الله ونكون موفقين في هذه المباراة، وربنا يكرمنا إن شاء الله ان شاء إن إحنا نروح المباراة الثانية إن شاء الله بنتيجة إيجابية إن شاء الله. ان شاء الله. وقبل ما نروح للمباراة الثانية، زي ما ذكرت مهم نحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وجزء من ده على مستوى الدفع المعنوي هو حضور الجمهور. خبر كان سعيدا النهاردة بأنه وصل العدد إلى 50,000 مشجع. إزاي وصلنا لده؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا طبعا من البدايه بمجرد اعلان الاتحاد الافريقي ان طرفي المباراه النهائيه هما النادي الاهلي ونادي الوداد، احنا على طول اتحركنا مع كل المؤسسات الوطنيه المصريه وخطتنا الاتحاد المصري لكره القدم بان هو يخاطب السلطات الامنيه المصريه بان هي تسمح لنا بالساعه الكامله، لان حضرتك عارف طبعا يا كابتن هاني ان الجمهور النادي الاهلي له مذاق خاص، وحضوره بيدي روح ايضا للاعبين وبيدي دعم وحفز للاعبين، وبالتالي بيكون له تاثير اكثر من رائع على اداء اللاعبين داخل الملعب. ايوه. يعني بالفعل احنا تحركنا من البدايه ومن منذ اعلان طرفي المباراه النهائيه، لكن احنا اللجنه الامنيه الاولى كان فيها ليها وجهه نظر. في الحقيقه النادي الاهلي كان بيحترم هذه الرؤيه دايما، زي ما النادي الاهلي على طول على مدار تاريخه دايما في تعاون وتنسيق كامل مع كل مؤسسات الدولة المصرية. كانت ايه الرؤية الأولانية؟ كانت الرؤية الأولانية 20,000، ويمكن تم طرحهم بالأمس ونفذوا بالكامل. احنا جالنا خطاب من الاتحاد الأفريقي، كنا على ثقة كاملة إن كل مؤسساتنا الوطنية وزارة التحكية الموقرة، سواء كان الاتحاد المصري لكرة القدم هيخاطب السلطات الأمنية، سواء كان شركة ترقي أو شركة السادات أو أيضا وزارة الرياضة المصرية، اللي خليني انتهز ايضا الفرصة واتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الرياضة اللي كان على اتصال مستمر مع كابتن محمود الخطيب على انه يتم التنسيق مرة اخرى ويتم تلبية. دكتور سعد، ان مصر هي مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم وهي قلب صناعة كرة القدم وستظل كذلك. النادي الاهلي كمان عنده ميزه يمكن ما يمتلكهاش اي نادي في العالم، ان النادي الاهلي هو اكبر نادي في العالم له قاعده جماهيريه داخل موطنه، يعني داخل جمهوريه مصر العربيه هو اكبر نادي بيتمتع بهذه الصفه وبهذه الاحصائيه. دي احصائيه طبقا لدراسه بالمناسبه، بس على الهامش احصائيه صادره عن الاتحاد الدولي لكره القدم للتاريخ والاحصاء. تمام. والاحصاء، ودي دايما احنا بنكررها. وايضا في احصائيه ايضا صادره عن مركز بصيره داخل جمهوريه مصر العربيه التابع لمجلس الوزراء اللي بياكد، كانت في 2014، ان 72% من ابناء المجتمع المصري يشجعون النادي الاهلي ويؤيدون النادي الاهلي. تمام. خطاب الكافي دكتور سعد كان بيتكلم على انه عايزين سعه كامله، ولا قالوا 50,000، ولا حددوا ايه في طلبهم؟ لا، يعني الخطاب بتاع الاتحاد كان بيطلب سعه الاستاد الكامله. تمام. والاتحاد طبعا عنده مبرراته المنطقيه، اولا ثقته في قدرات الدوله المصريه، لان طبعا هو عايش جوه الدوله المصريه بوجوده في مقره داخل الدوله المصريه، ويعلم ايضا قوه الدوله المصريه وقوه مؤسساتها الوطنيه، ويعلم ايضا جماهيريه النادي الاهلي، ودي البطوله النهائي البطوله، وبالتالي كل دول العالم سوف تتابع بشغف هذه المباراه، لانها بين فريقين ايضا لهم مكانتهم التاريخيه الكبيره جوه القاره، طرفها طبعا النادي الاهلي وهو اكبر الانديه داخل القاره. الحمد لله الجهود دي اصفرت على ان دلوقتي وانا بكلم حضرتك في انعقاد للجنه